الأخوة والخوات الكرام المهتمين بالحدائق والبستنة، الحلقة اليوم عندنا عن تغطية معرض البحرين الدولي للحدائق وشعار سلامة الغذاء الذي تنظمه المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي. والمبادرة يا أخوان هي بذرة من بذور الخير ومغرس من مغارس الطيب لتنمية الزراعة المستدامة وتبني الأفكار الإبداعية بما يحقق الهدف الأسمى لمستقبل الزراعة في البحرين، وهي مداد لإرث حضاري وإنساني. وجزاكم الله ألف خير وإحسان. حياكم، ناخذ جولة في المعرض وبنغطي في ثلاث أو أربع حلقات سلامة الغذاء أولاً، الأفكار الإبداعية، جوانب التنمية البشرية، مشاريع المستقبل وصناعة العقول الخلاقة والنواحي الجمالية. شوفوا يا أخوان، من هنا تبدأ صناعة إنسان المستقبل. بدايات الخطوط الإبداعية عند الأطفال، أب يحتضن ابنه ليشجع على كسب المهارة، وتتراوح أعمارهم من 4 إلى 6 وأكثر. هذا معرض الفنان المبدع عباس الموسوي وهو في 60 من عمره. شوفوا المعرض يحتضن البدايات وقمة الإبداع. هذين الجهال يأخذونهم آباهم وأمهاتهم لمعرض عباس لتقوية روح الملاحظة وتنمية الجانب الإدراكي والعقلي. هذه هي بذور صناعة الإبداع في الفن التشكيلي. هذه مدرسة بيان سكول. أبناءنا وبناتنا مهندسين المستقبل فازوا بجائزة الشيخ زايد الله يرحمه ويحسن إليه للطاقة المستدامة. مستانسين حدهم ونحن نفخر بكم. وهذا الولد علي المرزوقي شاطر ومتحدث لبق، أجرينا لقاء معهم وبتشوفونه في الحلقات القادمة. هذلين شبابنا وشاباتنا مشاريع المستقبل للزراعة المستدامة، المبادرة احتضنتهم. هذا محمد مشروعه، وهذا إبراهيم ومشروعه، وهذه السيدة ومشروعها زراعة الزعفران، وهذه زهرة ومشروعها زراعة الأنسجة، وعندها ماجستير من جامعة مانشستر، وهذا أخونا علي العرادي زراعة أشجار المكسرات والفول السوداني، وهذه الأخت العزيزة عندها النباتات العطرية والطواش. وأجرينا لقاء معهم يتحدثون عن مشاريعهم. وهذا من إنتاج المدارس، والشاب طالب الأحياء محمد بوحميد من جامعة البحرين وأجرينا لقاء معه. والإعلامية منال بوشيري تحدثنا عن رعاية الأحداث وإنتاجهم الزراعي. والأصدقاء من الشخصيات المرموقة المتمرسين في الزراعة والإنتاج الحيواني، المهندس جاسم وتجربة الزراعة بالجرولايت، والمبدع المتجدد المهندس علي خميس ومشروعه، وهذا بعد الشاب محمد الحرز. كلهم بعون من الله وتوفيقه بتشوفونهم تحدثون عن تجاربهم. وهذه سوق المزارعين، والكثير الكثير من النواحي الجمالية والرؤى الخلاقة والأهداف السامية لهذا المعرض المتميز. وأخواننا الأعزاء الوجوه النواظر أهل أبوظبي، حياكم مع المهندس ثامر يتحدث عن سلامة الغذاء من المنفذ والمزرعة إلى مائدة المستهلك. رحب فيك أخوي ثامر على هامش معرض البحرين الدولي، والشعار هذه السنة اللي هو سلامة الغذاء. صحيح. وأنتوا أهل أبوظبي أهلنا يعني. الله يسلمك. وهذه ساعتكم مباركة إن إحنا نلتقي وياكم. الله يبارك فيكم، ما عليكم زود. بالنسبة للزراعة. نعم. طبعاً عندكم مزارع وطنية. صحيح. في عندكم إنتاج وطني. صحيح. يا أخوي إحنا عندنا مشكلة في الخليج إن إحنا نعتمد على العمالة الأجنبية. صحيح. هذه عمالة غير مدربة. صحيح.
روح الانتماء الى 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 البلد يعني اعتقد انها قليله عندنا. نعم. واما هذه العامل القادم الاسيوي انه يجمع المال. صحيح. هل انتم عندكم يعني سيطره على على المزارع على استخدام البلدات؟ نعم. عطني يعني شلون الطريقه الابروتش من ان شاء الله. من المزرعه الى المائده. زين الى المائده بعد نقول او نقول المائده ان شاء الله. بالنسبه لنا في اماره ابو ظبي على وجه الخصوص عندنا 24,000 مزرعه من صغار منتجين. نعم صغار ومتوسطي المنتجين غير عن المزارع التجارية الكبيرة، هذه فقط صغار المنتجين. عملية السيطرة عليهم تتم من خلال مفتشين ومن خلال برامج يتم إرشادية وتوعوية لهذه المزارعين. لا شك أن وجود اليوم فئة عمالية قد تكون غير متعلمة، لا تقرأ ولا تكتب أو تحتاج لإيصال المعلومة باللغة اللي هم يتكلمونها تحدي كبير بالنسبة لنا، لأن السوق كبير والإمارات أيضا من الأسواق اللي عادة مفتوحة أمام استقبال العمالة من دول مختلفة. قدرنا نتغلب على هذا التحدي من خلال إعداد برامج إرشادية في لغات مختلفة. هذا أول حاجة موجودة عندنا، عندنا الأردو واللغة الإنجليزية والعربية باللغات المختلفة. نعم. وفي نفس الوقت شفنا أن في ناس ما تقرأ، طيب كيف أنا أقدر أوصل له؟ عنده بروشور ومكتوب باللغة لكن أصلا هو ما يقرأ حتى في لغته، ما يعرف يقرأ ويكتب. تغلبنا عليها من خلال برامج تتعلق بالصور. فاليوم نحن حريصين على أن المزارعين كلهم اللي موجودين يحصلون على هذه الصور، يتأكد أن من خلال الصور يقدر يعرف يتعامل مع المبيدات، يقدر يعرف يتعامل مع المصائد على سبيل المثال في مجال المكافحة، أيضا في تقليم الأشجار اللي موجودة، عمليات الري. فبدينا نضع بعض يعني خلينا نقول المعايير الأساسية على أساس التحكم فيها. ايضا اغلب المزارعين مشتركين في برامج دعم حكومي، وهذا يتطلب من صاحب المزرعه ان يلبي اشتراطات التزاميه عليه على اساس الدعم يستمر. زين اخوي ثامر، هل انتم المزارعين تدون لهم دورات ارشاديه؟ نعم. في عندنا اكثر من 60 ورشه عمل وملتقى مختلف مع المزارعين على مستوى اماره ابو ظبي، نحن نشرف عليها مفتشينا سنويا. نعم، مع وجود معرض رئيسي يعرف باسم معرض او منتدى الابتكارات الزراعيه العالمي. هذا نحن لسه من شويه من شهر تقريبا خلصنا الدوره الخامسه له، وسنويا نعقده ونيب افضل الخبرات افضل الابتكارات في مجال العمل ونعرضها امام المزارعين. هل عندكم يعني سيطره كافيه على المزارعين دليل الاسيويين اللي في المزارع؟ يعني المزارع يعني احنا نقول ان المزارع بعض الاحيان لو صارت الذباب البيضاء. نعم. ذباب البيضة صعبة يعني مكافحتها، وصلت في المرحلة الحرجة اللي هي مرحلة الإنتاج، ويحتاج إذا استخدم مبيد حشري أو مبيد جهازي بيحتاج فترة تحريم. صحيح. وفترة التحريم راح تطول من 10 أيام إلى 20 يوم. صحيح. وبالتالي بيكون عنده إنتاج مطروح ويبقى هو يبيعه يتخلص منه. بالضبط بالضبط. ففي رقابة يعني محكمة على المزارع، يعني هذه لو العامل هذه نقول عنا الاسيوي اخذ البضاعه وراح نزلها وباعها على الدكاكين اللي يشتغلون فيها ربعه. صحيح. او باعها في الطرقات او في اي جهه ما. بالضبط. هل المشرع اليوم في ابو ظبي اوجد قانون يعني لهذه الامور؟ نعم. شوف الحين هني طبعا ضعاف الانفس موجودين في كل مكان في العالم، فلا بد انهم يحاولون يستغلون الانظمه او اي ثغرات موجوده. هني نحن ننتقل الآن من خارج المزرعة، خلنا نقول من برا سور المزرعة كيف أحكم الأمور إلى المستهلك. نحن وضعنا أول حاجة تشريع يحرم الباع المتجولين، يعني ممنوع كليا أنك تأخذ وتحط لك بسطة على حسب اللغة واللهجة المستخدمة عندكم في البحرين، أنه لا يجوز أنك أنت تروح وتبيع أي منتج بدون ما يكون عندك تصريح رسمي ومعروف المصدر. اثنين، لا يمكن لمؤسسة أو منشأة غذائية تبيع أي منتج غذائي غير معروف الأصل أو غير معروف المصدر. بالتالي مفتشينا عند ذهابهم إلى كل البقالات لابد أنهم يتحققون من أن المصدر موجود ومعروف، وأيضا نقوم بأخذ عينات عشوائية قبل الطرح من البقالات. من البقالات حتى من المصانع نأخذ، ونقوم بعملية مطابقة. ففي عندنا مختبر مرجعي موجود، يعتبر مختبر عالمي بالشراكة، كافة العمليات الأساسية التي تتعلق بتقييم جودة أو مطابقة المنتج إلى معايير الجودة الأساسية تتم.
ايضا نحن في كافه ال 24 الف مزرعه اللي يتم انتاج الغذاء فيها في اماره ابو ظبي ناخذ عينات عشوائيه لقياس متبقيات المبيدات. في اخر 5 سنوات الحمد لله قدرنا ان احنا نوصل الى نسبه يعني يمكن متبقيات توصل الى 1% اللي عندهم مشاكل. 99% من كافه المنتجات الحمد لله ما في عندنا اي متبقيات للمبيدات. تمام. نعم. بارك الله فيك اخوي. حاضرين تامر الله يبارك فيك. واجب واجب فيك في البحرين. الله يسلمك. المعلومات هزينا الله يبارك فيك. نحن تحت امركم. يعني انا بس ابغى اكد على حاجه واحده، طبعا وجودنا هنا ولاول مره وبكرم وسخاء استضافه وترحيب من الجميع بصراحه، الشيخه مرام اللي مسؤوله عن المبادره وايضا سمو الملكية يعني أو الأميرة سبيتش يعني ما شاء الله عليها ما قصروا كلهم من حفاوة الاستقبال. نحن أبا أكد شيء واحد أن نحن أيضا تعلمنا وجودنا هنا رغم كل الإمكانيات اللي عندنا ومتاحة والتقدم اللي وصلنا ليه إلا أن شفنا في ممارسات موجودة هنا نحن مش متبعينها، وبالتالي أخذنا كل هالملاحظات وإن شاء الله مثل ما نحن حاولنا نفيد بعد استفدنا وبننقل ان شاء الله التجارب هذه الى الامارات ان شاء الله. خلال الجوله اليوم غطيتي والله هناك يعني هناك مبدعين موجودين الان. نعم بالضبط بالضبط. ايش رايك في المعرض؟ والله بالعكس المعرض كنت دائما وبصر اني دائما استخدم الكلمتين هذولا، في ابداع ابداع في طريقه العرض، في سعاده عند الجميع، انا شفت سعاده في العارضين، سعاده في الناس اللي جايين، فعلا في اهتمام من القيادة، في اهتمام من المسؤولين، العارضين نفسهم حبهم يعني ما حد قاعد في جناحه وبس، الكل يالس ينتقل من جناح إلى الآخر لتبادل الأفكار والمعلومات وللاحتكاك في نفس الوقت. فالبساطة اللي شفتها في إعداد المعرض والظهور المتميز اللي طلع عليه بصراحة حاجة أيضا نحن يعني لدرجة أن حتى المصممين اللي نتعامل معاهم في إعداد معارضنا اتصلنا فيهم ووصلوا معانا هني وقاموا ياخذون صور على اساس ان نحاول ننقل ايضا تجربه اعداد الاجنحه وتصاميمها ننقلها ايضا لنا في الامارات. بارك الله فيكم. الله يبارك فيك. الله يسلمك. ابدا ابدا. جزاك الله خير يا طويل العمر. شاكرين والديك. جزاك الله خير يا طويل العمر. الله يبارك فيك. تسلم. متابعينا نلتقي مع المبدعين في حلقات قادمه من معرض البحرين الدولي للحدائق. نحييكم.